وينضم إلينا من واشنطن الدبلوماسي السابق والباحث في مركز أبحاث الدراسات الدولية بواشنطن بسام باربندي لمناقشة هذا الملف. كذلك انضم إلينا من طهران الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من الدكتور صادقيان من إيران. الإعلام الإيراني كان دقيقا حينما قال إن المدمرة الإيرانية البرز دخلت البحر الأحمر من مضيق باب المندب. لماذا اتجهت هذه المدمرة أو هذه السفينة الإيرانية إلى البحر الأحمر؟ مساء الخير، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. يعني يجب علينا أن نستذكر ما قاله وزير الدفاع الإيراني أشتياني قبل 3 أسابيع منذ أن أعلنت الولايات المتحدة لتشكيل التحالف الدولي البحري لتأمين الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. قال الوزير الإيراني بأن مثل هذه الخطوة هي خطوة تزيد في المشاكل، وهي ليست بعيدة عن المشاكل التي سوف تخلق في هذه المنطقة. وهو لم يعارض تشكيل التحالف، لكنه حذر من مشاكل في هذه المنطقة. هو قال بأن هذه المنطقة هي منطقتنا، يقصد بأن منطقة تابعة للدول المعنية بهذه المنطقة، وبالتالي هو رفض أي استعراض للقوة، هكذا قال، أو استعراض عضلات في هذه المنطقة. وبالتالي السفن البحرية، يعني السفن البحرية عسكرية إيرانية، هي متواجدة في هذه المنطقة ربما منذ العام 2010 أو 2011، موجودة هذه القطع من أجل لأنه لمواجهة القراصنة الذين ينطلقون من الصومال في هذه المنطقة. لكن بشكل عام الآن أنا أعتقد بأن مثل هذه الخطوة، خطوة عبور هذه المدمرة الإيرانية من باب المندب إلى البحر الأحمر، يجب أن نأخذها يعني في إطار التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا قطاع غزة. وبالتالي أنا أعتقد بأن استمرار يعني المشاكل الموجودة في باب المندب والبحر الأحمر هي من تداعيات استمرار القصف. ولكن دكتور صادق لم نفهم على قطاع غزة، تقول أن التواجد الإيراني في البحر الأحمر كان منذ فترة طويلة أو في هذه المنطقة البحرية، ولكن الآن القصة مختلفة، لا نتحدث عن قراصنة ولكن نتحدث عن تهديدات الحوثيين. هل توجهت هذه السفينة الإيرانية لحماية الملاحة الدولية من تهديدات الحوثيين الموالين والتابعين لإيران؟ أنا أحيلك إلى ما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يعني في أواسط أكتوبر الماضي. هو قال بأن هو كان يتحدث عن إمكانية اتساع رقعة الحرب، هو قال بأنه لا يريد اتساع الحرب، ولهذا هو الموقف الإيراني والقراءة الإيرانية لقضية الحرب واتساعها من عدمه. لكنه قال بشكل واضح بأنه إذا دخل أي عنصر أو أي فصيل من محور المقاومة الذي تتزعمه إيران في مواجهة مع الحرب أو حصول اعتداء عليه، هو يتدخل لمناصرة أصدقائه في المنطقة. الآن الحوثيين هم أصدقاء إيران شئنا أم أبينا. الآن المدمرة الموجودة هناك هل ستتدخل فيما إذا تعرض الحوثيون لهجوم؟ أنا حقيقة لا توجد هناك صورة واضحة كيف سيتعامل الإيرانيون مع أي هجوم ربما يشن على الحوثيين جراء اعتراضهم للملاحة الإسرائيلية أو تلك الخط الملاحة الذي يذهب إلى دكتور صادقيان الموانئ الإسرائيلية. هي ذهبت لحمايتهم في الأخير وليس لمنع تهديد الملاحة، ولكن هنا أنتقل للسيد بسام. نعم، لا يوجد هناك وضوح في هذه القضية. نعم، سأنتقل هنا إلى السيد بسام باربندي. من المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا خطوات ضد تهديد الملاحة الدولية، لا تعلم طبيعة هذه الخطوات إلى غاية الآن، ولكن بحسب اعتقادك ما الذي يمكن أن يتخذ من قبل الأمريكيين والبريطانيين ضد الحوثيين؟ شكرا استضافة وكل عام أنتم بخير. كل عام أنت بخير. اليوم الأمريكيين تحت ضغط شديد من الداخل الأمريكي، الإدارة الأمريكية في البيان الذي تحدثوا فيه أمس مع ABC نيوز، هم قالوا بأن لا نريد أن الحرب أن تتوسع، لا نريد حرب إقليمية، نوصل كل الرسائل الدبلوماسية إلى الحوثيين أن يلتزموا بالقوانين الدولية، لا نريد أن نخوض معهم حرب، ولكن نحن مستعدين إذا ما هم تمادوا أن نقوم بخطوات عسكرية كبيرة ضدهم. فبالتالي الأمريكي إلى اليوم هو يرسل كل الرسائل
الإيجابية للحوثي بأنك أو الإيراني بأن لديكم القدرة على قيام ما تريدون به ولن نقوم بمنعكم إلا في حال استهدمتم البحرية الأمريكية وهددتم العسكر الأمريكيين. هذا الموقف الشبه الرسمي الذي كان على وسائل الإعلام، ولكن يوجد كثير من الضغوط في كل وسائل الإعلام الأمريكية بأن على الولايات أن سلبية الولايات المتحدة بالتعاطي مع التهديد الإيراني والحوثي هو الذي يرفع من الأخطار وليس بالعكس. إرضاء الحوثي، إرضاء إيران، الميليشيا الإيرانية في كل الدول العربية، إرضاءها بسلبية التعاطي معهم لا تؤدي إلى منع حوادث التي يريد أن يهرب منها الأمريكيون. فبالتالي ما صدر أمس من الصحف البريطانية هو فيه شيء كثير من الصحة، لأنه يعكس الرأي الآخر بأن على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات عسكرية حقيقية ليس فقط ضد الحوثي ولكن ضد السفن الإيرانية التي تقوم بالتجسس، وليس السفن العسكرية وليس السفن البحرية والتي تساعد الحوثي وضمن إطار أنها تهدد الممر المرور البضائع. فعمليا يعني أنا نتحدث سيد بسام عن خطوات عسكرية، وهذا مشابه لما حدث أمس، أول ضربة ضد الحوثيين واستهداف وإغراق قوارب أو ثلاث غوارق تابعة للحوثيين، مع فرق رئيسي بأن ما حدث في أول أمس هو اعتبره الأمريكيون ردة فعل أو دفاع عن النفس بأن الحوثي أطلق النار على السفن الأمريكية فالأمريكي عليها أن يرد. ما يتم دراسته أو التفكير فيه أو السيناريوهات المطروحة هي خطوة دفاع، هي خطوة هجومية استباقية للقول للحوثي وللإيراني بأنه يوجد حدود لما يمكن أن تقوم به ونحن مستعدين أن نذهب إلى الحد الأقصى بهذا الأمر. أعتقد هذه الأمور ستحددها عمليا ليس الأمريكي والإيراني أكثر ما هي تصرفات الحوثي. يعني الرسائل الأمريكية كما يقول الأمريكيون وصلت للحوثي عن طريق كل الوسطاء بأننا لن نسمح بأن يكون هناك تمادي أكثر. اليوم الكرة في ملعب الحوثي، إذا هو أراد أن يرفع السقف أعتقد وفي ملعب الإيراني السيد بسام، هنا انتقل الدكتور الإيراني. هلا مشكلتنا مع الإيراني مشكلة أخرى. نعم سأعود إليك في هذه النقطة لاحقا دكتور السيد بسام، ولكن أنتقل للدكتور صادق. يعني مثل ما يقول السيد بسام ربما الآن الكرة في ملعب الحوثيين وفي ملعب الإيرانيين بالدرجة الأولى، في حال وجهت ضربات غربية على الحوثيين الآن وهناك سفينة حربية مدمرة إيرانية في المنطقة، هل يعني حكما أن ثمة احتمال للمواجهة بين الجانبين عسكريا؟ دعيني أشير قبل ذلك إلى أن هدف التحالف الغربي ووجود القوات الأمريكية والقوات البريطانية، ما هو الهدف من ذلك؟ نحن نعلم هذا التحالف الدولي الذي دعت إليه الولايات المتحدة لم تشارك فيه الدول الكبرى العربية والمطلة والمتشاطئة على البحر الأحمر، لم تشارك في هذا التحالف. الآن إذا أولاً الحوثي يقول بأنه لا يريد أن يتعرض للقطعات البحرية الأمريكية ولا البريطانية، هو يريد التعرض ل أو تحييد القطع والسفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية. إذا كان هذا هو الهدف من التواجد أو التشكيل البحري الدولي، أنا أعتقد بأن هذا لا يساعد في إحلال السلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة التي تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. وبالتالي أي تصعيد عسكري أو أمني في هذه المنطقة سواء كان من قبل الحوثي أو الأمريكي، أنا أعتقد بأنه يؤثر كثيرا على حركة الملاحة الاقتصادية والأمنية، وبالتالي لا يصب بمصلحة أحد. الآن إذا ما هجم الحوثي كيف سيتعامل الإيراني؟ أنا أعتقد بأن الإيرانيين كما قال أمير عبد الله هيان قال لنظيره البريطاني يوم أمس في اتصال هاتفي، قال له بأن إيران وأصدقاء إيران، هذا ما قاله بالضبط، أنه إيران وأصدقاء إيران لا يريدون التصعيد في أي منطقة من المناطق، لكنه حذر من استمرار العدوان على سكان غزة. بالتالي يجب علينا أن نقتنع بأن المشكلة ليست في باب المندب ولا المشكلة في البحر الأحمر، المشكلة في قطاع غزة الذي يتعرض إلى عدوان إسرائيلي. ووصل عدد الشهداء في قطاع غزة اليوم أكثر من 22,000. دكتور صادق، يعني نتابع هذا المشهد دائما من غزة بالتأكيد طوال هذه الأسابيع والأشهر الماضية، ولكن لا يمكن نكران بأن هذه الهجمات الحوثية كانت حتى قبل الحرب في غزة.
وكانت هذه التدخلات الإيرانية في المنطقة أيضا حتى قبل الحرب في غزة. لا لا، منطقة البحر الأحمر وباب المندب كانت آمنة، لم يكن هناك أي تعرض للملاحة البحرية، ولم تنسحب الحرب التي كانت موجودة في اليمن، لم تنسحب على باب المندب ولا البحر الأحمر. أعتقد أنها كانت مهددة منذ البداية وتابعناها طويلا، لكن لم المنطقة هذه منطقة البحر الأحمر وباب المندب والتهديدات لها وتهديدات الملاحة الدولية، لم نشاهد ولم نلمس أي تصعيد في البحر، لا باب المندب ولا البحر الأحمر، إلا عندما استمر العدوان على قطاع غزة. نعم. والحوثي قال بأنه لا يريد أن أو يريد أن يقطع سير الملاحة من عبر باب المندب إلى الموانئ الإسرائيلية. على ما يبدو دكتور صدقة تم تصعيد في هذه المسألة، متابعتنا مختلفة لأن كنت أتابع دائما تهديد الملاحة من قبل الحوثيين، وكان هناك بيانات دولية تشير هذه المسألة. هنا تعليق سريع من سيد بسام قبل أن أطرح سؤالي عليه. مرة أخرى، الحوثي هو لا يخفي أنه يريد السيطرة على اليمن، لا يخفي دعم الإيراني له، لا يخفي أنه أن إيران تحاول الاستفادة من الحوثي وتواجد الحوثي لتقول بأني أنا القوة التي يجب أن يتحدث معها المجتمع الغربي أو الدولي لحل مشاكل الشرق الأوسط بما فيها غزة. نعم. الحوثي دائما ببياناته الرسمية، يعني ليس له علاقة بأي شيء آخر، ببيانات رسمية الحوثي هو لم يخفي تهديداته لكل الجيران المنطقة ونفذها. نعم. فبالتالي هو ليس شيء جديد، هو تصعيد أكثر. المشكلة في كل ما يجري له علاقة بغزة، هذا الشيء لا يمكن إنكاره، ولكن الخطير الموضوع بأنه يجير لإيران. نعم. بمعنى أنه حق يريد به باطل أو باطل يريد به حق. لماذا يعني تتأخر الولايات المتحدة الأمريكية سيد بسام عن إعادة الحوثيين لقائمة الإرهاب؟ دائما كنا نطرح هذا السؤال من قبل على المسؤولين الأمريكيين من الخارجية الذين نستضيفهم في الحدث، كانوا يقولون المخاوف من العملية السياسية أو تعطيل هذه العملية السياسية في اليمن، أو المخاوف على إدخال المساعدات وتعطيل هذه المسألة أيضا. ولكن في النهاية هل المعادلة ما زالت مستمرة؟ الأسباب هذه ما زالت مستمرة؟ يبدو بالنسبة للإدارة بايدن تحديدا، للناس الموجودين بالشرق، إدارة الشرق الأوسط بإدارة بايدن، هم أكثر ميلا لإيران، للموقف. نعم. لإيران، لا يريدون إيران أن تكون دولة نووية، يريدون العودة إلى المفاوضات النووية، يريدون إرضاء إيران. فبالتالي هناك كثير من الأشياء التي يعتقدون بأنها لا تؤثر كثيرا على الشرق الأوسط التي يستطيعون تقديمها إلى إيران مجانا، منها عدم مثل منها رفع الحوثي من قوام الإرهاب وعدم إعادته إلى قوام الإرهاب. هذا النموذج كان واضح، موجود في العراق، موجود في سوريا، هو جزء منه إرضاء. وهذه هي الخطأ القاتل الذي يمرون فيه في كل الشرق الأوسط، يعني كل مشاكل الشرق الأوسط بلبنان، سوريا، العراق، غزة، اليمن، هو من طريق التفكير الخاطئ، التعاطي الخاطئ مع مشاكل الشرق الأوسط من هذه المجموعة التي تحكم الشرق الأوسط في البيت الأبيض. فبالتالي هم إلى اليوم يقولون إذا أعدنا الحوثي، هل هذا لا يقرؤونه كيف سيكون العلاقة مع الجوار العربي، بقدر ما يقرؤونه أنه كيف سيؤثر على علاقتهم مع إيران. عمليا هذه هي المعادلة، يأتي تحتها الموضوع الإنساني، العملية السياسية، يعني يحاولون يبررون هذه السياسة الكبيرة بأنه يحطوا الحق علينا، أنه مشانكم أنتم العرب، نحن ما حبنا نحط الحوثي، مشانكم أنتم العرب بدنا نعمل عملية سياسية، ولكن الموضوع هو فعلا إيران. وندعم المساعدات كما يقولون. دعم المساعدات والله. نعم. سيد صادقيان، هل الأزمة ستبقى في حدود البحر الأحمر أم يمكن أن تصل إلى البحر الأبيض؟ وهنا أنقل عن فورين بوليسي التي قالت إن إيران على ما يبدو ترى أن تجربتها في البحر الأحمر ناجحة لدرجة تريد تكرارها في البحر الأبيض، وذكرت بتصريح لمسؤول سابق في 23 من ديسمبر رضا نقدي، قال فيه سينظرون قريبا لإغلاق البحر الأبيض ومضيق جبل طارق والممرات المائية. الجنرال العسكري في الحرس الثوري الإيراني نقدي هو لم يقل بأن الحرس الثوري أو إيران سوف تغلق الممرات المائية، لكنه قال بأن تصاعد حدة الحرب على سكان غزة هو الذي سيمهد ويوجد الأرضية لنشوب حركات متطرفة متشددة لغلق الممرات المائية. هذا ما قاله هو بالضبط، لكني أعتقد بأن استمرار هذا العدوان على غزة وعلى سكان غزة، الآن الرأي العام العربي
والرأي العام الإسلامي، الشارع العربي، الشارع الإسلامي هو منزعج جدا ومضغوط من هذه الصور البشعة التي نراها يوميا على كل القنوات. نعم. قتل الأطفال والنساء. وبالتالي أنا أعتقد بأن مثل هذه الأعمال المستمرة، والكل يعلم بأن الولايات المتحدة تقف وراء إسرائيل، تعمل عمل جسر جوي لنقل الأسلحة إلى إسرائيل من أجل الاستمرار في الحرب. مثل هذه الأجواء لا تجعل المنطقة مستقرة هادئة، وبالتالي هي تجعلها مرشحة لان في يعني للتصعيد في اي منطقه اخرى، سواء كان في البحر المتوسط، في مناطق اخرى. وبالتالي انا اعتقد بان من المصلحه ان لا تعمل الولايات المتحده كرجل اطفاء حرائق. الان الولايات المتحده تعمل رجل اطفاء حرائق لاسرائيل، يجب ان تعمل بمسؤوليتها لاحلال الامن والاستقرار والسلام، ليس في هذه المنطقه ولكن في كل دول العالم. شكرا جزيلا لك.